نواصل في درس التغير الطردي. التغير الطردي اللي هو طبعا كيف نعرف انها تغير طرد؟ بين كميتين بنقسم الكميات على بعض، واذا كانت كلها ثابته تعطينا تغير طردي، اذا لم تكن ثابته فهي ليست تغير طردي. يقول تتناسب كميه الطلاء، كمية طلاء يعني اللي بيحتاج كم لتر، كويس؟ كم عبوة، يعني مثلا 3 عبوات أو 4 عبوات كده. كمية الطلاء المطلوبة لتغطية سطح خشبي طرديا، تناسب طردي مع مساحة السطح. فإذا كانت 3 عبوات تكفي لتغطية ثلاثة، تحتاج إلى ثلاثة عبوات تكفي لتغطية 2.1 متر مربع. فكم عبوة تلزم لتغطية 3 أمتار و15%؟ طبعا إذا قلنا مثلا هذه مثلا السين وهذه الصاد، سين صاد، إذا هذه المساحة هتكون صاد. فإذا نقول صاد على سين يساوي صاد على سين، اللي هو الصاد هنا 2 والسين اللي هي 3، تمام؟ يساوي 3 و15 مقسوم على السين، ما موجودة، عايز كم عبوة يعني هتكون؟ هذه نحلها بالتناسب، طبعا ممكن نحلها بالمعادلة عادي، لكن نحلها بالتناسب الآن بنضرب، قلنا هذا الضرب قسمة هذا يعني. فإذا لام تساوي أو سين تساوي سين تساوي 2 وفي لا سوري 3 هي 3 ضرب 3 15 3 قسمة اللي هي 2/10 الناتج. نقول 3 في 3 و15 قسمة اللي هي كم؟ 2.5 تساوي اللي هي 9 أو نقول 4.5، محتاج يعني 4.5 عبوة. لاحظ معي 4 عبوات، إذا المساحة زادت صارت 3 أمتار، العبوات أيضا زادت. دائما التغير الطردي هو بين كميتين، إذا زادت الكمية الأولى بتزيد الكمية الثانية بنسب متساوية. طيب قياس، يتغير طول المستطيل المبين على الشكل هذا الموجود، تمام؟ طرديا، الطول مع العرض، الطول والعرض يتغيروا طرديا، تمام؟ هذا الطول وهذا العرض مع بفهم محيطه عندما يصبح عرضه 10 متر. طيب بما انه الطول والعرض تناسب طردي، اذا نقول لام على ضاد اللي هو التناسب، قسمه اللام اللي هي هذه 6.4 مقسوم على 4، هذه تعطينا اللي هي ثابت التناسب، اللي هي لو قسمناها تساوي قسمة 4 تساوي اللي هي 3/2. أو بالتبسيط لو قسمنا مثلا أيوة قسمنا 64/4 اللي هي فيها 16، 16 هتكون مقسومة على 10، هتكون اللي هي 3/5، 6/5 تقريبا، يمكن نبسطها أحسن. طيب هي هتكون كده 64/4، هذا التبسيط حقها اللي هو يكون كالآتي، نقسم هذه على 4 وهذه على 4، الناتج 64/4 فيها 16 و4 على 4 فيها 1. طيب احنا هنا عندنا طبعا في فاصلة عشرين، الفاصلة عشرين تكون تحت يعني تكون 10 هنا، بالتبسيط نقسم على 2 نقسم على 2
إذا قسمنا هنا على 2 هتكون 8، هنا على 2 هتصير 5، يعني 8 على 5، 8 على 5. ممكن باستخدام الفاصلة العشرية هتكون اللي هي 1 و 6. نكون المعادلة، هتكون لام تساوي 1.6 في ضرب. هذه معادلة التغير. طيب إذا كان نوجد العرض اللي هو 10، إذا نعوض هنا لام تساوي 8 على 5 في الضغط اللي هو 10 يساوي 8 في 10 اللي هي 80 على 5. 80 على 5 لو قسمنا من الأول 10 على 5 فعل 2، 2 في 8 اللي هي 16. إذا 16 هذه اللي هو الطول. خلاص عندنا الطول وعندنا العرض. ممكن نوجد المحيط، وقال أوجد المحيط. الطول 16 والعرض 10. بهذه الطريقة، هذا 16 وهذا 10، هذا اللام وهذا الضغط. أوجد المحيط. المحيط للمستطيل اللي هو يساوي 2 في لام زائد 2 في ضغط، يساوي يعني 2 في اللام في 16 زائدا 2 في 10. 2 في 16 اللي هي 32 زائد 2 في 10 اللي هي 20. مجموع من الاثنين يكون كم؟ 52. اذا المحيط المستطيل يساوي 52. الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا.